هذا وتتواصل أعمال المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي حوار الملامة 2021 وسط مشاركة دولية واسعة تمت مناقشة من خلالها عددا أو عددا من المسائل الملحة على الصعيد الإقليمي والدولي. هذا وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن واشنطن مستمرة في تعزيز الأمن في المنطقة ودعم مصالحها ومصالح دول المنطقة ضد اي تهديد محتمل جاء ذلك خلال الجلسه الاولى من اعمال المنتدى في جلسه حملت عنوان سياسات الولايات المتحده الامريكيه الدفاعيه في الشرق الاوسط كما يتضمن المنتدى في يومه الثاني جلسات اخرى بعنوان الخليج واسيا وايضا الدبلوماسيه والردع من جانبه اكد الدكتور الشيخ عبد الله بن احمد ال خليفه وكيل وزاره الخارجيه للشؤون السياسيه اهميه المنتدى لمناقشه الصراعات والنزاعات التي تواجه المنطقه والوصول الى حلول واليات مناسبه لهذه القضايا ويعكس المنتدى دور مملكه البحرين في تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين الامم والثقافات والحضارات والحرص على تسويه الصراعات بالطرق الدبلوماسيه بما يسهم في